السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين طلاب الصف الأول الثانوي. فيديو جديد على قناة مستر محمد ديب، بنحل فيه مع بعض التقييمات الأسبوعية بتاعة موقع الوزارة بالتعاون مع كتاب أسباير، مجمعين لك أهم الأسئلة بتاعة موقع الوزارة. النهاردة عندنا الأسبوع الرابع، بنكملين مع يونت 1 يونت 2. لو أنت عندك مشكلة في الجرامر بتاع يونت 2 هتلاقي في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده اللينكات اللي تخليك تفهم الجرامر إن شاء الله. طب نشوف مع بعض كده يا شباب، هما مش جاهزين لسه يبدأوا علاقة من طويلة المدى لونج تيرم. أختي بطلت طبعا أو توقفت على وظيفتها عشان تعتني بوالدتنا، لوك أفتر يعتني بيه. الكارير سنتر كان هيلب يو تو فايند أباوت نيو جوبز، فايند أوت يكتشف عن الوظائف والفرص الجديدة. بالرغم من شجارنا وي بارتد إن فريندلي وي، إحنا يا جماعة في طريقة ودية. هي توك ستيب، هو خد تراجع في خطوه للخلف عشان يسمح لها. اللاو مفعول تو المصدر يبقى تو باس. كلنا معجبين بالقصه بتاعت جلسته الجديده، كلمه ادماير هنا معجبين بيها، احنا ابريشيت بنقدرها. هو اتبرع بالدم للمستشفيات، فكلمه اتبرع يعني عمل ايه؟ يعني جيف ادى دم. انا حصلت على الكثير من للناس اللي هم ذات سورت فور ادميريشن، يعني اعجاب، عندي اعجاب كتير ادميريشن. طيب اتس جود ويزر ذات ميكس ايجيبت ساتش ا بوبولار تورست ديستنيشن، الطقس الجميل هو اللي خلى السياح بيحبوا يزوروا مصر. كل المؤسسات النسائيه بتطالب انها تشارك في يوم المراه واحتفالات يوم المراه الدوليه، يبقى اورجنايزيشن مؤسسات او منظمات. الجامعات الخيريه يا جماعه بتفور فود اند كلوزنج، يبقى هي بتطالب ب دونيشن تبرعات لضحايا الاعصار. انهي سلطه ويل هاف فور مونيتورنج زي ريفابلوشن، انهي سلطه يا جماعه ويل هاف ريسبونسبيلتي، عندها المسؤوليه تراقب التلوث في النهر. يجب ان احنا نعمل ايه في الوعي العام للصحه او مخاطر صحيه المرتبطه بالسام بيثنج، لازم يا جماعه ان احنا انكريز نزود الوعي العام. الشرطه ذا جانج تو زير هايد اوت اند اريست ذيم، يبقى هي تراكد يعني قعدت ترصدهم وتتابعهم يعني. دكتورز ار نو ات ذا بيشنز سيريس كونديشن، يبقى مونيتورنج بيراقبوها او بيشاهدوها. ترجمه اختياري من اسهل الاسئله الطلبه بتحبها. الامتحانات هي تلك الكلمه التي تسبب عدم النوم ليلا. يبقى examination is a word مش word that causes sleepless night، مش يعني هنا يا جماعة helpless، لا غلط، يبقى هي الإجابة رقم إيه. طيب هنا النيرف غلط. unit 2 supporting the community my pen friend any letters last week ماضي، يبقى didn't send. لما كنت طفل صغير كنت بلعب كرة كل يوم، عادة في الماضي بلايد. هاو ميني بينز، كم عدد الاقلام اللي هو اشتريها لاست نايت، يبقى ديد. 20 مليون بيبل، في 20 مليون شخص شافوا الفيلم يستر دي، يبقى سو ماضي. ذا لاينز الاسوده افري داي، هو افري داي باي، يبقى هنا يا جماعه ار فولود. Fewer lines are killed، جمل متكررة من الأسبوع اللي فات. They are never late. Thanks to بفضل الساتلايتس العلماء وجدوا مياه جوفية في سيناء. جوز هنا فيها اس، يبقى فيها بنيفر عشان فيها اس. أحمد ما حضرش الاجتماع عشان الحفلة، هو كان مشغول. didn't عشان جملة ماضي، يبقى didn't. The manager المدير at the meeting at 11 yesterday was can. كم مرة بيروح السينما؟ مرة في الشهر. How often؟ كم مرة؟ My son never gets، فيها اس. زي ما قلنا يا شباب الكومبرهنشنز عاملين فيديو لوحده للقطع، هنسيب لك لينك تحت فيه اجابات القطع دي تشوفها برضو، بس احنا عاملين فيديو فيها. طيب يجب ان نهتم بالسينما والمسرح وتقديم الافلام. دي مش اختياري يعني، دي جملة ترجمتها هي. يجب على المجتمع ترجمتها هي، دي جملة يا جماعة اجابتها موجودة مش ترجمة بتاعتنا اللي بتيجي. بالنسبة للقصة، احنا ما بقيناش في امان، لازم ما نقولش لحد اي حاجة احنا نعرفها. طبعا يا جماعة هما في ناس هيحاولوا يجدوا الخريطة هيدوروا عليها.
دي برضو ترجمة جاهزة، ودي ترجمة جاهزة، ودي ترجمة جاهزة. طيب ايه اللي خلى الكابتن يموت بعد زيارة الراجل الأعمى؟ ممكن تكون الصدمة، الاسترس، الضغط العصبي لما عرف ان العصابة عرفت مكانه. دي ترجمة محلولة مش ترجمة اختياري. ليه بتعتقد ان الكابتن قال لجيم قصته؟ عايزه يا جماعة يعني يخليه يبقى عنده، يعني هو كان بيثق، بنى فيه ثقة مع جيم. جيم هو صغير وكان بيعتني بيه، فشايف ان هو ممكن يثق فيه ويعرفه قصته. فأنا شايف ان الأسئلة سهلة، أسئلة مباشرة، ان شاء الله يا جماعة تيجي في امتحان الشهر، يبقى انت بالنسبة لك الدنيا بسيطة. فربنا يوفقكم ان شاء الله، ونشوفكم فيديوهات جديدة ان شاء الله بمنهج اولى ثانوي، وهينزل كله مجانا على قناتنا على اليوتيوب. تابعونا وان شاء الله تستفادوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.